وللمزيد حول تطورات وتداعيات الأوضاع في قطاع غزة ومع استمرار المجازر الإسرائيلية ضد المدنيين في ظل محاولات تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي يقضي بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني بشار شلبي. أهلا ومرحبا بك أستاذ بشار. حياك الله، تحياتي لك. وأيضا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني سامر عوض. أهلا ومرحبا بك أستاذ سامر. أهلا وسهلا بك وضيفكم الكريم أستاذ بشار. حياك الله. أبدأ معك أستاذ بشار، بعد 251 يوما على العدوان أو من العدوان على قطاع غزة، ما زال القصف وما زالت الغارات الإسرائيلية مستمرة على المدنيين الفلسطينيين، وأسفر ذلك عن سقوط عشرات الشهداء والضحايا والمصابين. بماذا تفسر هذه المجازر المستمرة رغم تصويت مجلس الأمن على قرار يقضي بوقف إطلاق النار؟ تحياتي لك مرة أخرى ولضيفك العزيز وللمشاهدين الكرام، ونسأل الله أن تكون أيام بركة على شعبنا في فلسطين وعلى كل الأمة، بركة تنتهي فيها هذه الجرائم المستمرة، وأن يكون العيد القادم فيه خلاص لأهل قطاع غزة ولكل مظلوم، وفيها هلاك لكل ظالم ومعتدي ومحتل. هذه المشاهد المستمرة والدائمة هي عنوان لعدة أمور. الأمر الأول، انتقام هذا الاحتلال المجرم المعتدي لردعه المتآكل والمنتهي منذ 7 أكتوبر في عملية الأقصى، طوفان الأقصى. انتهى الردع الذي كان يقوم عليه هذا الكيان والذي بنى عليه خلال 76 عام صرحا من الوهم عنوانه أنه لا يستطيع أحد في هذه المنطقة أن يتجاوز هذا الاحتلال وأن يلزم عدوانه واعتداءاته. هذا الاحتلال اعتاد أن يظلم واعتاد أن يتجاوز واعتاد أن يقصف واعتاد أن يحتل الأراضي، لكن منذ عدة سنوات، منذ يعني العشرية الأخيرة، بدأ هناك تراجع لهذا الاحتلال وانهيار له. لكن عملية الطوفان، طوفان الأقصى، دمرت أركان هذا الاحتلال القائمة على التفوق والقائمة على التكنولوجيا والقائمة على قوة الردع والقائمة على الضرب في أرض العدو كما يقولون أو الخصم، كلها هذه انهارت. فالآن يعبر هذا الاحتلال، يعبر عن ما تعرض له من إذلال وإهانة وإنهاء الوهم وتدمير الركائز، يعبر عنه بالمجازر والإجرام. النقطة الثانية، أن هناك مظلة مستمرة ودائمة من الغرب وخاصة من الولايات المتحدة تمكن هذا الاحتلال من الإفلات من العقاب خلال 76 سنة مضت، وإن كان الوضع الآن سيتغير. أستاذ سامر، ليس ببعيد عما يحدث في قطاع غزة، الضفة الغربية أيضا تعيش في كابوس مستمر وهو كابوس الاقتحامات، واليوم قرر الاحتلال محاصرة جنين وغزوها وتدمير بنيتها التحتية ومن ثم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة. ما هي المخاوف من تداعيات هذا الإجراء والقرار؟ يعني اولا، ما يحدث في الضفه الغربيه لا ينفصل انفصال تام عما يحدث في قطاع غزه ضمن سياسه المشروع الصهيوني الذي يحكم المشهد الاسرائيلي الان. حقيقه استاذ افل، لقد وضعت يدك على الجرح، بمعنى ما يحدث الان في الضفه الغربيه هو لا ينحصر فقط فيما يحدث في جنين، بل هي سياسه ممنهجه لها عده اوجه. الوجه الاول، الضفة الغربية التي يعني إذا ما اعترفنا بها على قاعدة اتفاق أوسلو عام 93، فهي أراضي فلسطينية تخضع للسلطة الفلسطينية، لكن لم يبقى منها أي شيء بعد غول الاستيطان الذي يتمدد على حساب الأراضي الفلسطينية وعلى حساب البؤر الاستيطانية التي تقوم على الأراضي الفلسطينية في مناطق ألف وباء وجيم. هذا أولا. ثانيا، في ظل القرصنة المالية التي تقوم بها حكومة الاحتلال وبخاصة سموتريتش، يقوم بتمويل المستوطنات في ذات السياق. في المشهد الثاني، اقتحامات يومية واعتقالات يومية، وصلت هذه الاعتقالات منذ 7 أكتوبر، والضفة الغربية ليس فيها 7 أكتوبر، تم اعتقال أكثر من 5000 فلسطيني من الضفة الغربية، بمعنى الاحتلال الآن يمارس إبادة صامتة داخل الضفة الغربية دون أن يتم الإعلان عنها.
ما يحدث الآن في 4 مدن يأخذنا إلى الإجابة على سؤالك. أنا أتحدث عن قضية أريحة، أتحدث على وجه الخصوص طبعا، وأتحدث على نابلس، وأتحدث على طول كرم وجنين، اللواتي شهدنا تصعيدا كبيرا في الآونة الأخيرة، خاصة وأن الاحتلال يحاول اجتثاث أي صورة مما تشكل في المستقبل صورة نصر للمقاوم الفلسطيني على حساب الفشل الذي يعانيه الاحتلال، وبالتالي يصنع الاحتلال نصر وهمي في الضفة الغربية عبر إبادة المقاومين الفلسطينيين الذين يستطيع اعتقالهم لكن يقوم بتصفيتهم كنوع من الردع. نعم أستاذ بشار، بالنسبة إلى الضفة، هل تتلقى السلطة الفلسطينية هذه الرسائل التي يرسلها الاحتلال على نحو يجعلها المسؤولة عن واجب الرد؟ يعني هي السلطة غائبة، غير موجودة، ليس في موضوع الضفة الغربية فقط، وإنما في موضوع غزة وفي الموضوع الفلسطيني بشكل عام. السلطة الفلسطينية مستقيلة عمليا من واجباتها تجاه ما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني، حماية المشروع الفلسطيني. حتى في موضوع اللي قامت على أساس السلطة اللي هو موضوع اتفاق أوسلو لم يبقى منه أي شيء على الإطلاق، وهذا ليس جديدا وليس مرتبطا بالحرب الدائرة حاليا التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ ما يزيد على 10 سنوات، وأركان السلطة يتحدثون أن أوسلو انتهى. المتبقي الوحيد من أوسلو هو التنسيق الأمني، والجانب الوحيد الذي يهم الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية هو استخدام السلطة الفلسطينية واستخدام مخرجات أوسلو للقضاء على أحلام الشعب الفلسطيني وللقضاء على أي فرصة لامتلاك حق واستعادة حق واحد من حقوق الشعب الفلسطيني. هذه حقيقة واقع السلطة، وهذا هو ما يراه الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين. لكن السلطة الفلسطينية غير قادرة على مغادرة المربع الذي وضعت نفسها فيه بعدما جردت نفسها من كل أوراق القوة التي يمكن أن تشكل عنصر يمكنها من أن تقف بالمرصاد لهذا الكيان المتعجرف المتغطرس المعتدي. نعم أستاذ سامر، اليوم كافة أرجاء الدنيا آمنت أن فصائل المقاومة الفلسطينية قد دمرت الغول الصهيوني وامتلاكه إلى آليات ودبابات لا تدمر مثل دبابة الميركافا، وأبدت استبسالا مستغربا من كافة خبراء الجهات العسكرية. ما هو سبب التماسك التكتيكي للمقاومة بعد دخول الحرب شهرها 9؟ بسيط أخي الكريم، أولا المقاومة الفلسطينية تنطلق من منطقة البقاء، بمعنى دافع البقاء هو الذي يدافع عنه الشعب الفلسطيني كصاحب حق، وبالتالي المقاومة الفلسطينية تنطلق من نقطة أولى، من نقطة كنقطة أولى في هذا المجال. لكن قراءة المشهد يأخذنا إلى أنه الطرف الآخر هو الطرف الذي بنى وهم وبنى شيء أوهن من بيت العنكبوت، بمعنى الضربة الأولى للمقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر لم تعد إلا مكانا واحدا بعد هذا المشهد، وهو المكان الذي وجد الاحتلال فيه ضائعا. يعني منذ اليوم الأول حتى هذه اللحظة واضح بأن الاحتلال يعيش الصدمة، يعني نتنياهو لا يقود الحرب باتزان، هو يقود الحرب ضمن الانتقام، وهذا لا يقود انتصارات ولا يقود تحقيق أهداف ولا يقود أي خطوة إلى الأمام بقدر ما يقود مزيد من المجازر. وبالتالي حققت المقاومة عدة انتصارات، صعيد السمعة والرواية الفلسطينية والسردية الفلسطينية وانهيار السردية الإسرائيلية هذا أولا، ثانيا انهيار المنظومة العسكرية التي كانت من ضمن أكبر اقتصادات الاحتلال عبر انهيار قضية الميركافا وعربة النمر وقضية الاستخبارات وبرامج التجسس التي اخترقت، كل هذه أفل وصلت نقطة النهاية فيها إلى هذا المشهد. سر قوة المقاومة الفلسطينية أعتقد في 3 أمور، أولا إيمانها الراسخ بقضية الحق الذي تقاتل من أجله، بمعنى الشعب الفلسطيني ومقاومته 76 عاما ويقاوم هذا الاحتلال ويرفض. ثانيا هو الصمود الذي يعني الأسطوري الذي حققه الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة الذي احتضن المقاومة في 8 حروب منذ عام 2000، واحتضن المقاومة في 9 أشهر من حرب نارية نزل فيها أكثر من 3 قنابل نووية من المتفجرات على بقعة صغيرة فيها 2 مليون فلسطيني. لم نجد من يخرج ليقول أوقف المقاومة ولا نريد قتال هذا الاحتلال. وثالثا واضح بأنه المقاومة الفلسطينية أخي أفل دخلت هذه الحرب وهي تدرك أبعاد النتائج التي ستصل إليها، وهي بالتالي ما نرى اليوم يأتي ضمن التكتيك المخطط له باعتقادي. نعم أستاذ بشار، إلى أي مدى ستؤثر
الخسائر التي توقعها المقاومة الفلسطينية في جيش الاحتلال واستمرار قدرتها على الوصول إلى مدن الاحتلال في مفاوضات تنفيذ مقترح بايدن الذي تبناه مجلس الأمن وأخرجه في صورة قرار واجب التنفيذ. أخي الكريم، الصراع أبعد من ما يعني ما من نقطة مدى تأثير المقاومة أو مدى أقول الصراع أكثر من نقطة مدى تأثير المقاومة على الاحتلال والمدى الذي يمكن أن يؤدي إلى يعني التأثير على الاحتلال. هذا الصراع أستاذ بشار، سأعيد إليك السؤال بعد أن تجعل الأمور التقنية بكامل عدتها، وأعود إلى الأستاذ سامر. أستاذ سامر، إذا كان البعض يرى أن مقترح بايدن وقرار مجلس الأمن ما هو إلا طوق نجاة لجيش الاحتلال من مستنقع غزة، فهل المقاومة تؤخر الرد كما يقول بلينكن في ظل غرق الاحتلال في هذا المستنقع؟ بداية أبدأ من نهاية سؤالك. بلينكن هو الشخص الذي جاء 8 مرات لإنقاذ الاحتلال ولترتيب الأوراق في المنطقة وحشد الدبلوماسية من أجل محاصرة الشعب الفلسطيني وسلب المقاومة الانتصار ومنع الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه وإنقاذ الاحتلال. بمعنى ما يقوم به بلينكن بالنسبة للشعب الفلسطيني أصبح مفضوحا، وهذا ما صرحت به قيادات حركة حماس والمقاومة. وبالتالي ننتقل إلى الجزء الأول من سؤالك أفل، بمعنى طوق النجاة الذي كذب فيه بايدن عندما أعلنوا في البداية وفضحوا نتنياهو عندما قال بأنه هذا الاتفاق ليس الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه معنا، إنما هناك ملحق لم يتحدث عنه بايدن. وعندما قدم المقترح واضح بأنه كان بايدن يكذب، لكن المقاومة واضح بأنها تدير المعركة بحنكة ودهاء، بمعنى هي أدركت هذه المعلومة وتعاملت مع قضية الرد بأنه هذا حصار للمقاومة الفلسطينية أمام الرأي العام الدولي وإنقاذ الاحتلال، فصرحت بثلاثة أمور. أولاً، بإيجابية سيتم التعامل مع الرد، وهذا لا يعني الموافقة عليه، سيتم التعامل بإيجابية وبموافقة على بعض النقاط التي تتوافق مع تم الحديث عليه في الجولات السابقة وما تريد المقاومة. وثالثاً، اليوم أعلن أسامة حمدان وبقية فصائل المقاومة بأنه الحديث يدور عن 3 تعديلات حول قضية الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وقف اطلاق النار التام الذي يجب السيطرة عليه، وقضية الحساب على الأقدمية في قضية الإفراج عن الأسرى، وهذا ما تشترط حماس، بالإضافة إلى النقطة الحساسة التي تفضح الأمر بكلية، وهي قضية الإعلان عن أنه أرادت حماس أن يكون قطر وروسيا والصين ضامن فوق الاتفاق، بمعنى هي تدرك بأنه الطرف الأمريكي لا يمكن أن يكون ضامنا في ظل أنه منحاز للاحتلال على كل الأطراف. نعم أستاذ بشار، أهلا ومرحبا بك من جديد في بانوراما رافدين، وأعيد السؤال مرة أخرى، إلى أي مدى ستؤثر الخسائر التي توقعها المقاومة الفلسطينية في جيش الاحتلال واستمرار قدرتها على وصولها إلى المدن المحتلة في مفاوضات تنفيذ قرار أو مقترح بايدن الذي تبناه المجلس الأمن في قرار وقف إطلاق النار كما يسموه؟ كنت أشير إلى أن الصراع مع هذا الاحتلال صراع يتكون من مجموعة من النقاط المتراكمة التي تجعل من الاحتلال معزولا على مستوى المجتمع الدولي وتجعله يغرق في مستنقع جرائمه ومجازره، وتجعل من خطابه العنصري والعنجهي وسيلة لابتعاد ولنبذ هذا الكيان من الطرف الدولي عموما ومن طرف أيضا الإقليم بشكل عام. هذه المسارات المختلفة لابد أنها تشكل ضغوط على حكومة الاحتلال باتجاه موضوع وقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار أصبح مطلبا دوليا، مطلبا إنسانيا بكل معنى الكلمة. الاحتلال صعد على شجرة من الأهداف عالية جدا لا يستطيع أن يحققها ولا يستطيع أن يتراجع عنها، يعيش في أزمة حقيقية، وجر الدولة الأمريكية والإدارة الأمريكية إلى أزمته من جديد، ليعيش الاحتلال والإدارة الأمريكية أزمة متراكبة بفعل استمرار الجرائم، ولا يستطيع لا أن يتقدم باتجاه تحقيق أهدافه، ويبدو أنه غير قادر على أن يتراجع باتجاه القبول بوقف إطلاق النار إلا تحت الضغط. وهنا سؤال حضرتك، نعم أداء المقاومة يجعل الاحتلال في زوايا حرجة داخل المجتمع الصهيوني، المقاومة ما زالت قادرة على أن تضرب وقادرة على أن تهين الاحتلال وقادرة على تفشل مخططاته، وبالتالي الاحتلال إذا استمر بمعركته سيواجه الفشل وسيواجه المصاعب بشكل مستمر، وإذا تراجع أيضا عن جرائمه
وإذا تراجع عن هذه المعركة أيضا سيجد نفسه في مأزق حقيقي. الاحتلال الآن يتدهور وضعه باتجاه تفكك حقيقي وليس باتجاه ما يتعلق بطبيعة الحرب الحالية والمعركة الدائرة، وإنما بطبيعة الوجود لهذا الاحتلال وقبوله في الأسرة الدولية وقبوله في المجتمع الدولي. أستاذ سامر، عندما صرح بلينكين بأن المقاومة تأخرت في الرد، هل هنالك بأي تلميحات بأن من يحرك هذه المقاومة قد تأخر في الرد للاستفادة من القتال على جبهات أخرى؟ ما دلالات هذا التصريح برأيكم؟ يعني هو يشير بإصبع نحو حزب الله، بمعنى هو يريد تبرير ضربات الاحتلال لمناطق جنوب لبنان. بمعنى الآن الإشكالية الحقيقية لدى المراقب الأمريكي المنحاز للاحتلال للأسف الشديد تأخذنا إلى أبعد من هذا السؤال، وهو لماذا يصر المراقب الأمريكي الآن على الانحياز إلى الاحتلال مقابل كل هذه الجرائم؟ هذا أولا. ثانيا، كيف يكون بلينكين والمراقب الأمريكي ضامنا في ظل أنه ينحاز إلى طرف من الأطراف؟ بمعنى هذا يشكك في قضية مصداقية أن تتقدم بالمفاوضات. ولو أرادت الإدارة الأمريكية منذ اللحظة الأولى إيقاف الحرب لما استخدمت الفيتو 6 مرات، لكن هي الآن تريد توريط المقاومة الفلسطينية وتحاول أن تحشد كل الآراء الدولية ضد المقاومة الفلسطينية، وهذا ما أرادته من قضية التصويت على هذا القرار في الأمن، مجلس الأمن، بالإضافة إلى ما تقوم به الآن من شيطنة المقاومة وشيطنة ما يحدث في منطقة الشمال. لكن الحقيقة الراسخة أخي أفل بأن الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومة والاحتلال مستمر في إجرام، وهذا ما هو موجود. في ختام لقائنا هذا من اسطنبول، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني سامر عوض، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. وأيضا أشكر عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار شلبي لانضمامه إلينا عبر سكايب في بانوراما الرافدين. شكرا لكم.